يعني أتقن النحت الواقعي وعمل نماذج رائعة جدا. هو كمان عنده مواهب متعددة، فبيتقن فن المسقات والبروتريهات. عفوا، هو وبيقدم، هتشوفوا حاجات عاملها جميلة جدا. أنا كان نفسي إن أنا أتقابل معاه وأشوف إزاي بيعمل ده، وممكن يعمل لنا حاجة تطلع شكلها إيه. ربنا يا رب يعني يوفقه. تعالوا نشوف تقريرنا، وبعد تقريرنا يعني أسيبكم بقى معاه لحد لنهاية الحلقة، وأترككم في رعاية الله وأمنه. وإن شاء الله ما تنسوش عادتنا بكرة الساعة 11 ظهرا. أترككم في رعاية الله وأمنه، تصبحوا على ألف خير. بحب فن النحت جدا، النحت الواقعي اكتر. بحب البورتريه قوي. انا بدات بالرسم، بعد كده لقيت الموضوع بيتطور، ان انا مش عايزه تبقى مجرد صوره على برواز كده، انا عايز الموضوع يبقى لايف اكتر. فابتديت ان انا اطور فيه، ان هو يبقى تمثال عادي، بعد كده ان هو يبقى واقعي شويه في الشعر، العينين، الرموش. من وانا صغير بحب ارسم جدا، بحب الفن بكل اشكاله. بس فانا كنت برسم، وبعد كده ابتديت من الرسم بقى ان انا عايز البورتريه. انا اتخصصت في البورتريه، بحب وشوش الناس، بحب شكل الوش، بحب اجسد شكل الوش. فابتدى الموضوع يتطور عندي لحد ما ابتديت ان انا اعمل بقى شكل اللي هو يشبه شويه الملامح او كده، وابتدى بقى ان هو ايه يكون اجيب شكل الفنانين اكتر. يعني ما بحبش اشترك في المعارض عشان بحس ان هي ما بتعملش حاجه، ما بتديش نفع. يعني ناس معينه هي اللي مهتمه ان هي تيجي تتفرج، اللي هي بتيجي في كل معرض كل سنه بتشوف وبتمشي، وما بيبقاش في اي حاجه، ما فيش اي تغيير. مطلوب لدعم الفن النحت او الفنون التشكيليه عموما، ان ذوق الناس يبتدي ان هو الحاجات دي تتعرض، والناس تبتدي تشوفها كتير، لان في ناس بتخاف منه. يعني في ناس بتشوف التماثيل او الحاجات دي على السوشيال ميديا بتقول لي انا بخاف منه، لان هو مش متعود عليه. هو المفروض ان هو يشوف الحاجات دي كتير. الفنانين اللي هم اللي محدش بيشير لهم مثلا، او محدش بيهتم ان هو يطلعهم، فالمفروض ان هم يبتدوا يطلعوا الناس دي، عشان في ناس فعلا موهوبه بجد، يمكن في زي كتير كمان. بس يعني اللي محتاجينه ان هو تبتدي السوشيال ميديا تهتم بس بالناس دي شويه. اصلا في موضوع التماثيل ده ما كنت بدور وبنحت وكده، كان عاجبني قوي التمثيل، انا لان انا برضو بحب التمثيل جدا، فعجبني التشخيص. يعني ازاي مثلا انت بتتقمص الشخصيه دي خارجيا وداخليا، يعني مثلا زي محمد صبحي لما عمل عم ايوب وعم حجاب وعطيات والحاجات دي. فكانت انت ازاي الفن كله، انت ازاي تقمصت شخصيه احنا ما عرفناكش خالص وانت جواها، يعني اللي هو انت بتنسى ان هو محمد صبحي مثلا. فانا حبيت قوي الماسكات، ودي سبب من الاسباب اللي خلاني اعمل الفن الواقعي برضو شويه، ان انا ابتديت اشغل ايدي اكتر في التماثيل. بعد كده لقيت نفسي بقى بروح للماسكات، لان هي برضو كانت من
انا كان في فتره من الفترات جالي فكره حلوه جدا، بس مش عارف اذا كان هينفع ان هي تتنفذ ولا لا. كان نفسي زي متحف الشمع مثلا اللي بيتعمل في دول كبيره، اللي بيتعمل في نيويورك او بيتعمل في اماكن زي دي، ان هو يتنفذ عندنا ويبتدوا كمان مش بس فنانين، نعمل نجسد الشخصيات المومياوات الفرعونيه. يعني لو مثلا عملنا شخصيه توت عنخ امون وامن حتب والناس دي، العلماء تقريبا عرفوا اشكالهم كانت عامله ازاي من الموميات بتاعتهم. فلو الحاجات دي لو اتجسدت على الحقيقه بشكل تمثال واقعي، فهتقدر ان انت تعيد التاريخ تاني، انك تشوف احنا عندنا تاريخ كبير وعندنا ماده كويسه قوي ان احنا نعمل فيها الحاجات دي. وعلى فكره يعني من حيث المشروع اقتصاديا هو هينجح جدا. انت لو عملته زي متحف، زي المتحف المصري مثلا بتيكت، هتكون فكره حلوه جدا يعني كفنانين وكشخصيات تاريخيه. تماثيل في الميادين محتاجين ان احنا برضو نهتم بيها. لو اتعمل تماثيل لشخصيات برضو تاريخيه في الميادين بشكل واقعي، وفي نحاتين كتير في مصر وفي خريجين فنون جميله. انا مش خريج فنون جميله، لكن في يعني اتعرفت على ناس كتير من فنون جميله بتعمل حاجات مبهره يعني. فلو الناس دي كلها اتجمعت والدوله استثمرت مجهودهم ده في ان هم يعملوا حاجه للدوله، ان هم يجملوا مناظر الشوارع، ان هم يحطوا مثلا تمثال في كل ميدان باسم شهيد او باسم مثلا اي يعني اي شخصيه تاريخيه، هيكون حلو جدا. زي مثلا تمثال محمد علي او تمثال مصطفى كامل او كده، فهتكون فكره حلوه جدا. احنا مش محتاجين ان احنا نستورد الحاجات دي او نجيب فنانين من بره، احنا محتاجين بس ندور على الناس اللي هي الموهوبين. احنا عندنا كنز ناس موهوبة بس محدش يعرف عنهم حاجة، وندور على الناس الاشخاص الصح. يعني نخش كده مثلا كلية فنون جميلة، مين بيعرف فين هتورينا شغلك؟ مش لازم يكونوا الناس الكبار او الدكاترة او المعيدين، ممكن يكون واحد لسه في سنة اولى قسم نحت يا عم مختار. انا اللي معلم الواد الصغير اللي كان بيتكلم ده. بعمل تيك توك، شفتني تيك توك وبعمل فيديوهات وكده. لا انا راجل قديم يعني. دي برضو من الحاجات اللي انا بعملها وكده، هو فن التقمص، تقمص الشخصية.